السلام عليكم بناتي ومرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم نقترح عليكم هاد لاباك اللي غزال وزوين، كيجي على هذا الشكل. نوريه لكم عن قرب، كيجي شي حاجه خفيفه وزوينه، في نص حجر اللي بيان سيغ شي نص سامبل كيف ما كتشوفوا معايا. الجمز ديالو بحال هكا، العرض على هذا الشكل، طابع الديوانه كيكون هنا في اللور ديالو، اللبسه ديالو كتجي بحال هكا، يعني شي حاجه خفيفه، شي حاجه ديال ديما اللي رائعه سامبل كيف ما كتشوفوا. نتمنى لا باغ اختصرت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش مجرد فاتي جايبي قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك، و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.